معنا الحالة ديال الأم. المراه مصدومه ما عندها ما كتقول على حقها بنت ضاعت ليها لا ما يمكنش وادي ما ضاعت على حقها بنتي يا ولا جويد ور يا بنتي يا هذه دريه غير ولا بغيت بنتي بنتي يا ودي جويد ور يا بنتي يا بنتي ودي جويد ور يا بنتي يا ودي ما غتجيبوا لي يا بنتي واخا تهدرتي ولا كنت خدام عليا ودي خدام عليا يا البنيه.